طبعا نبي اخواننا المواطنين المساهمه طبعا مع الحرس البلدي. طبعا الحرس البلدي ساعي دائما باذن الله حملات مكثفه في نطاق جاله، طبعا من الاغذيه ومن المحلات القصابين والحلاقين وباقي الانشطه الاقتصاديه اللي النفوس الضعيفه اللي تجي في المواد المنتجه الصلاحيه. وطبعا الحرس هذا قائم يوميا والله تفتيش المحلات طبعا من هالانشطه هذه. وطبعا نبي مبادره من اهالينا من جاره اصحاب المحلات، طبعا تكاتف مع المركز الحرس البلدي، واي واقع يشوفه اي مواطن في جاله يجي يبلغنا بصراحه يعني، واحنا حريصين اي شخص يجي يبلغنا وتكون بلاغ سري. طبعا احنا ما نجيبوش، احنا اللي قاعدين في الميدان في كل وقت باذن الله، ونبو احنا اهلنا طبعا والصحه العامه طبعا في جاله تكون بصراحه جيده. والحمد لله طبعا تمينا قضينا بعد المواد المنتهيه الصلاحيه من حوالي 30 محضر لدعم المواد الغذائيه المنتهيه الصلاحيه والشهادات الصحيه ونظافه المكان اللي قاعد فيه العامل من الخضروات ومن محلات بيع اللحوم والاغذيه الفاسده عافاكم الله.